أبوها فياضة بدولتي. جامعتي 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 مقامها في مهجتي. جامعتي بنورها تضيء لي تضيء لي. جامعتي بنورها تضيء لي تضيء لي. طريقتي فأهتدي لجنتي. وقاري وهشمتي. جامعتي 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 مقامها في مهجتي. جامعتي صنعتني لؤلؤة لؤلؤة. جامعتي صنعتني لؤلؤة لؤلؤة موصونة بحجابي وإفتي. جامعتي 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 مقامها في مهجتي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نحمد الله عز وجل الذي من علينا بنعم كثيرة ظاهرة وباطنة، من تلكم النعم أن جعلنا مسلمين وأن جعلنا من أمة خير البرية عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. معاشر الإخوة السادة الأعزاء، في مستهل هذا اللقاء الأخوي بينكم وبين جامعة الحكمة التابعة للاتحاد الإسلامي الغامبي بجمهورية غامبيا، في هذا اليوم الثامن الموافق للثامن من شهر ربيع الأول عام 46 و400 و1000 بعد هجرة المصطفى عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، الموافق للحادية عشرة سبتمبر عام 2024. فإننا نسعد بهذا اللقاء الأخوي الذي نعقده برحاب جامعة الحكمة، أصالة عن نفسي ونيابة عن جميع منسوبي هذه الجامعة، فإننا نريد أن نستعرض معكم بعض الأمور المتعلقة بهذا الصرح العلمي العريق بجمهورية غامبيا الذي يقصده الحاضر والباد من كل فج وصوب لنيل العلوم من ينابيعه الصافية. وهذه الجامعة أنشئت عام 2014، وذلك بمرسوم رئاسي في عهد الرئيس السابق فخامة الرئيس يحيى جمه، وبعد الموافقة أو بعد الحصول على الترخيص بمزاولة العمل تم
افتتاح برامج هذه الجامعة، ونظرا لوضع البلاد يومئذ فكان التركيز على تعليم البنات، وكانت أولى كلية افتتحت كلية التربية للبنات، وتم البدء بهذه الكلية نظرا للظروف الراهنة التي تعيشها الطالبات بناتنا وأخواتنا التي يتخرجن من الثانويات العامة في طول البلاد وعرضها، علما بأنهن كن يعانين كثيرا من مواصلة مسيرتهن العلمية إلى المرحلة الجامعية. فمن هذا المنطلق رأى الاتحاد الإسلامي الغنبي المؤسسة الحاضنة لهذه الجامعة والمؤسسة التي أسست هذه الجامعة والجامعة تابعة لها، رأى الاتحاد الإسلامي الغنبي الحاجة الماسة والملحة بالبدء في هذا المشروع بقسم البنات، وعلى هذا الأساس تم البدء بكلية البنات، كلية التربية للبنات. فلذلك اشتهر هذا المكان بكلية التربية، وكان الاسم الذي يطغى على المكان، وإلى الآن ما زال البعض يطلقون هذا الاسم على هذا المكان. لكن الحقيقة أن مشروع الجامعة مشروع جامعي وليس مشروع كلية واحدة فقط، لكن جرت العادة في المؤسسات العلمية كهذه أن تبدأ بكليات أو بكلية ثم أخرى ثم أخرى إلى أن تكتمل صورة الجامعة. وعلى هذا المنوال أيضا انطلق مشروع جامعة الحكمة، فابتدأ بكلية التربية الخاصة بالبنات، ولا تزال هذه الكلية خاصة بالبنات نظرا لمسيس حاجتهن إلى مواصلة دراساتهن الجامعية، علما بأن الذكور وهم الطلاب تتاح لهم فرص المنح الخارجية لمواصلة مسيرتهم العلمية في الدول الخارجية، هذا على خلاف البنات. وتأسست الجامعة عام 2014، وكان منذ تأسيس الجامعة ومنذ انطلاق المشروع الجامعي الذي كان بمسمى الكلية كما أسلفت، حصلت الجامعة على اعتراف رسمي من مكتب رئيس الجمهورية، وبموجب هذا المرسوم الذي أعطى رخصة كاملة للجامعة بأن تزاول عملها التعليمي التربوي في جمهورية غامبيا، على هذا الأساس انطلقت الجامعة وبدأت تخرج الأفواج فوجا تلو آخر. فلذلك فإن هذه الجامعة لا تزال تتمتع بهذا الاعتراف الوجودي الذي ما زلنا نستمتع بهذه النعمة من الله عز وجل، ثم أيضا بترخيص من الجهات الرسمية التي اعترفت ووضعت ثقتها للجامعة، ونالت الجامعة ثقة تلك المؤسسات والجهات الرسمية، فلله الحمد والمنة. فلذلك لا تزال الجامعة تتعاون وتتعامل مع تلك الجهات العليا وعلى رأسها وزارة التعليم العالي، وكذلك الوكالة الوطنية للجودة والتطوير الأكاديمي.
وبعد هذا الانطلاق ظلت الجامعة بكليتها الوحيدة المتمثلة بكلية التربية للبنات خلال 6 سنوات من عام 2014 إلى 2020. ومع حلول عام 2020 وجريا على الخطة الاستراتيجية للجامعة، فإنه دعت الحاجة إلى إيجاد كليات أخرى وتخصصات أخرى سعيا لإكمال بنيان الجامعة التي لا يمكن أن تكون جامعة بمشروع كلية واحدة فقط. فلذلك رأت الجهات المسؤولة من قبل الجامعة بدءا من المجالس العليا نزولا إلى الإدارات والوكالات بالجامعة، فرأوا أن هناك حاجة لفتح كليات أخرى، فمن ثم تم فتح كلية الآداب والعلوم الإنسانية بقسميها، قسم اللغة العربية وقسم الصحافة والإعلام، كما تم أيضا فتح كليات أخرى عقبها من بينها كلية القرآن الكريم والدراسات الإسلامية، وهذه الكلية فيها قسم القرآن الدراسات أو العلوم علوم القرآن وكذلك قسم التفسير، كما تم أخيرا أيضا فتح كلية الشريعة والقانون التي تنطوي على هذين القسمين، قسم الشريعة وقسم القانون. فهذه هي الكليات والتخصصات المتوفرة بالجامعة في هذا الوقت الراهن، وهي كلية التربية قسم الدراسات الإسلامية وهي خاصة بالبنات، وهناك قسم آخر داخل هذه الكلية برامجها مجهزة، إلا أنه لم يبدأ الانطلاق لعدم توفر بعض الشروط المتعلقة بذلك، وهو قسم المناهج وطرق التدريس. لكن حاليا عندنا في التربية قسم الدراسات الإسلامية، وهذا القسم خاص بالبنات، وعندنا أيضا كلية القرآن وعلوم التفسير، وعندنا كذلك كلية الآداب والعلوم الإنسانية بفرعيها اللغة العربية والصحافة والإعلام، كذلك عندنا كلية القرآن، كلية القرآن والشريعة والآداب والتربية. وبالنظر إلى بعض الإنجازات التي حققتها الجامعة منذ تأسيسها، فإنه لا شك أن المؤسسة التعليمية العالية كجامعة تكون لها رسالة لتؤثر في المجتمع وفي الدولة التي تشتغل على أرضها. فلذلك فإن جامعة الحكمة خرجت دفعات كثيرة منذ انطلاق المشروع الجامعي، وبلغ عدد الطلاب في رحاب الجامعة مع العام الدراسي العام الجامعي 2023-2024 كان مجموع عدد الطلاب 61,300 طالب وطالبة، وكان عدد الإناث 273 طالبة، وكان عدد الذكور 88 طالبا. فبالنظر إلى هذه المعلومات التفصيلية يتضح أن عدد الإناث أضعاف عدد الذكور، وهذا يجسد رسالة الجامعة التي
تركز على التعليم للجنسين وبالأخص جنس النسوي اللائي قد لا يجدن ولا تتاح أمامهن الفرص كثيرا، خصوصا فيما يتعلق بفرص المنح الخارجية، نظرا لأن الدراسات الإسلامية في الغالب فإن الطلاب عندما يتخرجون يحصلون على المنح الدراسية في الدول الإسلامية في الغالب، وهذه الدول أظمتها قد لا تتيح الفرصة ولا تسمح للمرأة بأن تسافر لوحدها، أو لا تكون هناك فرص متاحة للبنات للتعليم في تلك الدول. فلذلك كان ولا زال تركيز هذه الجامعة منصبا على تعليم الإناث، نظرا لأهمية تعليمهن وتثقيفهن، وليقمن بدورهن في تأسيس اللبنات التربوية الدينية القائمة على التعاليم الدينية، وليقمن أيضا بالدفاع عن أنفسهن في قضايا تهم النساء، لأنه مما لا يخفى علينا أن كثيرا من الحملات الخارجية خصوصا من طرف الأعداء، فإن تلك الحملات تخص وتركز كثيرا على النساء باعتبارهن الأسس والقواعد للبيوت المسلمة، فإذا تمت السيطرة عليهن وعلى عقليتهن وعلى تربيتهن وعلى تثقيفهن، فإن بيوتنا ستكون معرضة للخطر ومعرضة أيضا للضياع وللهدم. فلذلك يحتل تعليم الإناث مكانة عظيمة في بناء الأسر وكذلك في تربية الأجيال القادمة. ومنذ أن بدأت الجامعة وانطلقت بمشروعها التعليمي التربوي، فإنها خرجت عددا من الطالبات، وكان مجموعهن 76 و200 طالبة، 76 و200 طالبة، 276 طالبة. وبالنظر إلى تلك المخرجات كلها المتمثلة في 7 دفعات، في 7 دفعات أو في 6 دفعات، والسابعة هي التي تتخرج هذا العام وهي غير داخلة ضمن هذه الإحصائية، أما الدفعات 6 اللاتي تخرجن من هذه الجامعة فإنهن جميعا إناث، والسبب في ذلك تأخر فتح الكليات الجديدة التي تجمع بين الجنسين الذكور والإناث. ومع نهاية هذا العام الجامعي 2023-2024 فإن الجامعة الآن بدأت تخرج الذكور أيضا، نظرا لأن الكليات الأخرى يدرس فيها البنون والبنات. فكما أسلفت فإن تلك الدفعات التي تم تخريجها كلها من كلية التربية للبنات، لكن هذا العام فإن هناك دفعة متخرجة من كلية الآداب والعلوم الإنسانية، وهذه الدفعة تجمع بين الطلاب والطالبات. وفي الحقيقة لما ننظر إلى بعض الإنجازات التي حققتها الجامعة خلال هذه السنوات العشرة، فإننا نعتبر أن الجامعة أنجزت أمورا عملاقة جدا، لأن تأسيس الجامعة أولا المشروع الجامعي ليس مشروعا هينا، بل هو من المشاريع العظام الضخام. فلذلك نجد في العديد من الدول أن هذا المشروع تتبناها الحكومات
وعلى خلاف ذلك كما هو الحال عليه عندنا في جامعة الحكمة فإنها جامعة أهلية وليست تابعة للحكومة الغنبية، وإن كانت هي معترفة من قبل جميع الجهات الرسمية الحكومية في غنبية، إلا أنها جامعة أهلية. فلذلك فإن الجامعة قد أحدثت طفرة عظيمة خلال هذه السنوات العشرة، ومن كبريات إنجازاتها فتح قسم الدراسات العليا بالجامعة. فبعد توفيق الله عز وجل فإن الجامعة مع بداية العام الجامعي المنصرم عام 2023-2024 فإن الجامعة بدأت بتفعيل مشروع الدراسات العليا، وذلك بالتعاون مع جامعة النهضة العالمية، تلك الجامعة التي لم تدخر جهدا في التعاون مع جامعة الحكمة في غامبيا. ولذلك مع عام 2020 وضمن متطلبات توفير الجودة في مجال التعليم، فإننا أقدنا علاقة وتوأم مع هذه الجامعة، جامعة النهضة العالمية بالنيجر نيامي، ولا تزال الجامعة تتمتع وتزاول العديد من برامجها الأكاديمية في ظل هذه التوأمة والشراكة التي تمت بين جامعة الحكمة في غامبيا وجامعة النهضة العالمية. وبموجب هذه الشراكة وبناء على ما تنتجها أو بناء على معطيات هذه الشراكة، فإن الجامعة فتحت قسم الدراسات العليا بالتعاون مع جامعة النهضة العالمية، والتحقت بهذا البرنامج جملة من الطلاب والطالبات في مرحلتي الماجستير والدكتوراه، وكان مجموع العدد حوالي 20 طالبا وطالبة. فلله الحمد والمنة، وهؤلاء أيضا موزعون على حسب الكليات والتخصصات المتاحة بالجامعة. ولله الحمد والمنة، هذه طفرة عظيمة حققتها الجامعة، بالإضافة إلى العديد من التحديات التي عانت منها الجامعة وبعضها لا تزال الجامعة تعاني منها، لكنها مع ذلك استطاعت أن تحدث هذه الطفرة، وبهذا أيضا تكون جامعة الحكمة في غامبيا أولى جامعة تفتح قسم الدراسات العليا للماجستير والدكتوراه للطلاب والطالبات في هذه الدولة بالنسبة للدراسات الإسلامية. فإن جامعة الحكمة هي الجامعة الأولى التي تفتح هذا القسم لطلابنا وطالباتنا، وهذه الجامعة تلتحق بها جملة كما ذكرت، ويلتحق بها العديد من الطلاب والطالبات، وبعضهم في طور البحث في فلك البحث، وبعضهم على وشك الخوض في فلك البحث نظرا لاختلاف التخصصات وكذلك المراحل الدراسية، علما بأن الدراسات العليا بها قسم الدكتوراه، هذا القسم الذي يكتفي الطالب باختيار الموضوع من ثم يخوض في البحث، بخلاف الماجستير الذي يحتوي على الدراسة المكثفة السنة المنهجية، وبعد ذلك يدخل الطالب في الشطر الآخر وهو إعداد بحث أو رسالة علمية تكميلا لمتطلبات هذه المرحلة. ف
فلله الحمد ولا يزال الطلاب يلتحقون بهذا البرنامج وبأعداد هائلة ولله الحمد، ما يدل على أن هذه الجامعة بدأت تحدث آثار سلبية في قناعات الناس وانطباعاتهم، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على جودة العمل وعلى التركيز في العمل، وأيضا يدل على جودة التعليم التي تتمتع بها جامعة الحكمة في غامبيا. فلأن هذه الجامعة يبدأ العمل فيها من الساعة 8 في الصباح إلى الساعة 7 في المساء، يعني طوال اليوم الكامل، ويتناوب المحاضرون والطلاب في أروقة الجامعة ابتداء من الصباح إلى المساء. فبهذا نعتبر أنها جامعة تتاخم، وإن لم تكن بتلك الطاقات وبتلك الإمكانات الهائلة، لكنها مع إمكاناتها المتواضعة فإنها بدأت تتاخم الجامعات العالمية العالية، وهذا بمن الله عز وجل وتوفيقه وكرمه وفضله، ثم بجهود الذين المشايخ الفضلاء الذين أسسوا هذه الجامعة وجعلوها وقفا لأبناء المسلمين، علما بأنها تابعة لمؤسسة وقفية وهي الاتحاد الإسلامي الغامبي. هؤلاء المشايخ منهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديله، نسأل الله أن يغفر لموتاهم وأن يطيل بقاء من بقي منهم ويمتعهم بالصحة والعافية، إنه كريم جواد. فهذه هي جامعة الحكمة في غامبيا التي تدرس أبناء المسلمين بشتى العلوم والفنون، وتخرجهم في تخصصات عديدة، تلك التخصصات التي نحن ما زلنا ولا نزال بحاجة إليها، وذلك لأن طلبة العلم محتاجون إلى هذه التخصصات التي لا يمكن أن نحدث تطورا ولا أن نبني حضارة أو نهضة علمية إلا بجمع هذه التخصصات المختلفة. وفق الخطط المرسومة والاستراتيجية للجامعة فإنها تسعى في قادم الأيام إلى فتح كليات أخرى، كليات علمية تقنية، كلية الطب، الهندسة، علوم الكمبيوتر ونحو ذلك من الكليات الأخرى التي لا تزال مجتمعاتنا بحاجة إلى كوادر في هذه التخصصات. والجامعة تؤدي رسالة عظيمة للاتحاد الإسلامي الغامبي، وهي إيصال الدعوة إلى أبناء المسلمين وتدريسهم العقيدة الصحيحة الصافية من كل براثن الشرك والإلحاد، وتثقيفهم وكذلك توعيتهم وإعدادهم نظرا لأنهم أجيال وشيوخ الغد، وعلى كواهلهم وعلى أكتافهم تقوم لبنات بناء هذه الأمة. فالعناية بالأجيال القادمة عناية بالأمة برمتها، ولا ريب أن جانب التعليم أقوى الجوانب في بناء المجتمعات والدول والحفاظ على الهويات وعلى الحضارات وعلى معتقداتنا وعلى سلوكنا وعلى آداتنا وعلى تقاليدنا، نظرا لأن المسلم الإنسان المسلم بأمس الحاجة إلى معرفة ربه وإلى معرفة دينه، وبالإضافة إلى علوم أخرى، بتلك العلوم يستطيع الإنسان أن يبني حياته بناء جيدا. فهذه الجامعة
التي هي جامعة الحكمة تتميز بإدارة حكيمة تقودها كوكبة من الإداريين الأجلاء برحاب هذه الجامعة الذين لا يسع المجال لسرد أسمائهم جميعا إلا أنهم كوادر ورؤوس، بعضهم متخصصون في الجانب التربوي وهم جل هؤلاء، وبعضهم متخصصون في جوانب أخرى، جانب الإدارة ونحو ذلك، ولله الحمد. فلذلك فإن الجامعة تتمتع بإدارة حكيمة رشيدة. وأيضا لا ننسى أن نشكر اللجان والمجالس العليا لهذه الجامعة، وعلى رأس تلك المجالس مجلس أمناء جامعة الحكمة بقيادة فضيلة الشيخ إبراهيم ماساني جيجو، ذاك المجلس الذي يعتبر أعلى جهة عليا لهذه الجامعة من حيث وضع سياسات سير الجامعة، فنشكرهم على عنايتهم بالجامعة. كما أيضا لا يفوتنا أن نشكر الاتحاد الإسلامي الغمبي، المؤسسة الحاضنة بقيادة فضيلة الشيخ شرنو دابو، حفظه الله ومتعه بالصحة والعافية. هذا الاتحاد الذي لا يدخر جهدا في مجال توفير كل ما من شأنه إرساء قوائم هذه الجامعة وتقويتها وتعزيزها ودعمها بكل الوسائل المادية والمعنوية. فحقيقة هؤلاء يشكرون ويؤجرون بإذن الله تبارك وتعالى. ومما لا يمكن نسيانه أبدا ولا يمكن إغفاله مهما ضاق الوقت والمقام، أن هذه الجامعة برمتها، مشروع الجامعة برمتها تمويل كامل من صندوق التضامن الإسلامي التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. فهذه الجامعة إحدى الجامعات التي أسسها صندوق التضامن الإسلامي ونظائرها في أفريقيا بدولة النيجر، وأخرى بدولة أوغندا، وهذه الجامعة أيضا جامعة الحكمة في غامبيا، مشروع بتمويل كامل من صندوق التضامن الإسلامي جزاهم الله خيرا. فهذه الصدقة الجارية نطمئنهم ونطمئن جميع المسلمين بأن هذه الصدقة الجارية وهذا الوقف الخيري الذي يصل وسيصل إن شاء الله ريعه ومنافعه إلى كل أصقاع الكرة الأرضية، فإن هذا الوقف سيظل بإذن الله قائما، أصله ثابت وفرعه في السماء، يؤتي أكله كل حين بإذن ربه إن شاء الله. فلذلك فإن هذه الجامعة تجد أنها لها مقران، المقر الحالي الذي نجري هذه المقابلة برحابه، وهذا المقر في تلين كونجان، منطقة كانفي لجمهورية غامبيا، وهناك مقر آخر يبعد عن هذا المكان بحدود 40 كيلو، 35 إلى 40 كيلو، وهذا المقر في مدينة تدعى كومبو فاربا. وعلما بأن هذا المقر هي المدينة الجامعية المستقبلية لجامعة الحكمة، ولا تزال أعمال البناء جارية في ذاك المقر أيضا باعتبارها أو باعتباره المدينة المستقبلية، المدينة الجامعية المستقبلية لهذه الجامعة، إلا أن الأعمال التعليمية الأكاديمية الإدارية تزاول
في هذا المقر الحالي. فلذلك فإن جامعة الحكمة لها طموحات ولها رؤى ولها آمال كبيرة جدا، فنسأل الله عز وجل أن يعيننا على تحقيق تلك الآمال وإنجاز تلك الطموحات الكبرى. فهذه هي جامعة الحكمة، هذه هي هدية صندوق التضامن الإسلامي، هذه هي النواة التي قام بغرزها الاتحاد الإسلامي الغمبي لكل الشعب الغمبي، بل لكل الشعب الإفريقي، بل لجميع العالم الإسلامي، بل لجميع العالم برمته في دولة غمبيا. وهي جامعة أبوابها مفتوحة، ويتم قبول الطلبة الجدد فيها على طوال السنة، على طوال السنة، يعني في كل وقت يمكن للطالب أن يلتحق بهذه الجامعة.